مع اقتراب موعد دخول منحه البطاله وخاصه للمستفيدين منها الجدد والذين لا يملكون حساب بريدي دائم او يملكون حساب مؤقت يعني ريسيبيسي سي بامكانهم استلام المنحه عن طريق شيك سكور ما عليكم الا التوجه للبريد تطلب شيك سكور ها يعني حوالة بريدية تملأ البيانات الخاصة بك اولا رقم الحساب الخاص بك اللي عندك في بي سي المفتاح ايضا ثم المبلغ بالارقام مثلا مبلغ منحة البطالة نديرو ثلاثة الف يعني ثلاثة امامها ثلاثة اصفار فاصلة صفرين وبالأحرف عشر ألف دينار جزائري يعني وأي مبلغ آخر نكتبه بهذه الطريقة هنا نعيد نفس المفتاح ونفس الحساب يعني أنت المستفيد وأنت المعني بهذا الأمر اسمك ولقبك وعنوان الإقامة والبلدية وتحتها يعني تاريخ اللي هزيت فيه المنحة وإنضاء المعني أما في الخانة المقابلة سنؤشر على كلمة سحب وفي خانة المرسل أو الآمر بالدفع بإمكاننا كتابة نفس المعلومات الخاصة بنا ولا نخليوها فارغة ثم نسحب المبلغ شرط تكون معك بطاقة هوية يعني بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة سياقة أو باسبور وأخيرا يعطيك روسي بلي هزيت المبلغ متاعك وفي صندوق الوصف سأضع فيديوهات لطريقة ملء شيك أو يعني بالسيالة أو استلام الأموال من الموزع الآلي بالبطاقة الذهبية ومعلومات أخرى عن البطاقة الذهبية وكيفية التسجيل فيها وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد وضعوا أسئلكم أسئلتكم في التعليقات سنجيب على قدر الإمكان منها